مع التقدم التقني وتطور البحث العلمي وتسخيره لخدمة البشرية، ولا سيما بالمجال الطبي، نجح الأطباء بمقاطعة هوبي وسط الصين بتوجيه الجراحين على بعد 200 كيلومتر لإجراء جراحة للمرارة بواسطة المنظار عبر شبكة الجيل الخامس، ويلي استغرقت ساعة من الوقت تقريباً. أجريت الجراحة بكل مراحلها، ولم يكن هناك أي تأخير أو مشاكل في الشبكة، مع بقاء العلامات الحيوية للمريض مستقرة بعد الجراحة. بدأ استخدام تقنية الـ 5G أو الجيل الخامس لأول مرة في الجراحة عن بعد بداية العام 2019، عندما نجح طبيب صيني بإجراء عملية جراحية على كبد حيوان في جامعة فوجيان الطبية. تقنية جديدة بتساعد المرضى في المناطق البعيدة أو الفقيرة ومناطق النزاعات والحروب بالحصول على المساعدة مباشرة من كبار الأطباء في جميع أنحاء العالم، وبالتعاون والاستفادة من الخبرات العملية وحالة للتبادل العلمي والثقافي بين الشعوب بعيداً عن المسافة وتوفيراً للوقت.